بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عطل جديد في شاشة تورنادو. شاشة تورنادو 24 بوصة. عطل الشاشة هوصل هنا، الشاشة شغالة تمام بدون أي مشاكل، ولكن جايبة الشاشة 3، جايبة الصورة فوق بعدها 3. هوصل الفيديو اوضح. هنا موضح، الشاشة شغالة طبيعي جدا بدون اي مشاكل، ولكن الصور جاية 3، هنا 1، هنا 2، هنا 3، 3 صور جايين فوق بعض. لما بفصل الفيديو هنا كلمة افي جاية 3، 1 2 3. هوصل الفيديو، هنا الصورة جاية 3. عطل الشاشة الحالي مش هيبعد عن ملف الايبروم. هشحن الشاشة بملف جديد وهتابع. علشان احل مشكلة العطل اللي معايا، الصورة جاية 3، متزوجة 3، لازم اشحن اي سي الايبروم بملف جديد. اي سي الايبروم في الموديل الحالي، هنا اي سي الايبروم، هفك الاي سي من مكانه واشحنه بملف جديد بنفس رقم البوردة وبنفس رقم الموديل. قدامي حلين للعطل، اما افتح قائمة السيرفس واحل المشكلة من اعدادات السيرفس، او افك الاي سي من مكانه واشحنه بملف جديد. علشان انا عندي مبرمجة مجهزة بسحب الايبروم بدون ما افك الاي سي من مكانه، المبرمجة بتشال 3 اللي انا عاملها. هنا وصلة سحب الايبروم من شاشة تورنادو، هنا بوصل الوصلة في المبرمجة، وهنا من الناحية التانية وصلة جاهزة لسحب الايبروم من شاشة تورنادو بدون ما افك الاي سي من مكانه. هوصل الوصلة المخصصة لسحب الايبروم في الشاشة بدل ما افك الاي سي من مكانه. هنا بوصل الوصلة، وفي الوقت الحالي بكون قافل الشاشة باور نهائي، وبوصل المبرمجة بالكمبيوتر. هنا وصلت المبرمجة، وصلت الايبروم متوصلة من المبرمجة على مدخل الايبروم في الشاشة. هنا مكان سحب الايبروم، ممكن اسحب واكتب الايبروم بدون ما افك الاي سي. حاليا انا موصل كل حاجة تمام، وابدا افتح البرنامج واسحب الملف القديم واحتفظ بيه، وبعدين اشحن ملف جديد. هبدا افتح برنامج بوتشال 3، وهنا محدد وضع الايبروم. واول خطوة بعملها بقرأ رقم الايبروم، هقرأ هنا المبرمجة قرأت معايا رقم اي سي الايبروم من الشاشة بدون ما افك الاي سي من مكانه. رقم الايبروم 24 16، وهبدا اسحب الملف القديم واحتفظ بيه. هسحب، هنا تم سحب الملف القديم بنجاح. الملف القديم حفظته عندي، وهبدا ادخل ملف جديد بنفس نوع وموديل الشاشه. هنا ملف جديد، ملف ايبروم جديد جايبه كنت محتفظ بيه من قبل كده، وابدا ادخل ملف عادي في البرنامج، وهكتب على الاي سي. هكتب هنا، بكتب على الاي سي بدون ما افك الاي سي من مكانه. هنا تم كتابة الملف بنجاح. بعد ما كتبت الملف بنجاح، هبدا افك وصلة الايبروم مكانها. هنا فكيت وصلة الايبروم، وهنا انتهيت من البرمجة، وهبدأ اشغل الشاشة طبيعي جدا. هنا وصلت، هنا الشاشة فتحت.
كلمة افي جاية واحدة، كانت الاول ثلاثة فوق بعض. ملف الايبوم اللي انا شحنته جايب معايا نتيجة، تم شحن الملف بنجاح. وحوشت الفيديو، هنا وصلت فيديو. الصورة شغالة طبيعي جدا، شاشة واضحة. كانت الاول متزوجة ثلاثة، وتم اصلاح العطل بنجاح. وتحياتي للجميع، والى اللقاء في عطل جديد. ولو عجبك الفيديو يبقى انزل تحت الفيديو واعمل لايك واعمل تعليق.